شنت يمني شنت مقاتلات التحالف السعودي 7 غارات جوية على مواقع وتعزيزات لجماعة الحوثي في جبهة قانيا شرقي البيضاء وسط البلاد. وقالت مصادر عسكرية إن الغارات دمرت عربتين عسكريتين الحوثيين بالقرب من جبل مسعودة في جبهة قانيا الخاضع لسيطرتهم. ولا تزال المعارك على أشدها بين الجيش اليمني والحوثي في محافظة البيضاء منذ نحو أسبوعين، أيضا قد أسفرت عن مئات القتلى والجرحى من الطرفين. سياسيا، دعا مجلس الأمن الدولي الأطراف المعنية بالصراع اليمني إلى التنفيذ السريع لأحكام اتفاق الرياض وطالبهم بالتزام حسن النية. كما حث المجلس الأطراف المعنية على المشاركة البناءة مع المبعوث الأممي الخاص مارتن جريفيث لتنفيذ الترتيبات المتفق عليها بصفة متبادلة لضمان التدفق المنتظم للوقود إلى ميناء الحديدة. ومن صنعاء ينضم إلينا مراسلنا خليل القاهري. أهلا بك خليل. إذن مساعي دولية مكثفة من جديد من مارتن جريفيث في الرياض، أيضا احتدام المعارك في الجبهات، كيف تبدو الصورة متقاطعة بين السياسي والعسكري؟ نعم، يعني صبا، يبدو أن المبعوث الدولي مارتن جريفيث يحاول مرة أخرى إحياء ملف المشاورات السياسية المتعثر منذ ما يقرب من عام ونصف أو تزيد على عام ونصف، وتحديدا منذ التوقيع على اتفاق ستوكهولم في السويد في ديسمبر 2018. اليوم جريفيث التقى الرئيس عبد الرب منصور هادي في الرياض قبل قليل من الآن، و دار الحديث بين المبعوث الدولي والرئيس هادي حول تطورات العملية السياسية المتاحة أو الممكنة في البلاد. ووفقا للمعلومات ووكالة سبأ التي نشرت الخبر أيضا، فإن الرئيس هادي أكد مرة أخرى حرص الجانب الحكومي على عملية السلام مع الحوثيين وفق المرجعيات المتفق عليها، مبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني. وكذلك اتهم الحوثيين مرة أخرى كما في كل لقاء مع جريفيث بأنهم يعرقلون جهود السلام، وهو أيضا نفس الحالة الحوثيون يتهمون الجانب الحكومي بعدم الرغبة في المضي في المسار السياسي. لكن كل ذلك طبعا يتزامن مع احتدام المعارك في أكثر من جبهة، وخاصة في المناطق التي حذر منها جريفيث في تصريح سابق من احتدام القتال في هذه المناطق، وأعرب عن خشيته من استمرار هذا القتال في مناطق مأرب والجوف والبيضاء، نفس المناطق لا تزال تشهد المعارك المستمرة وإن كانت خفيفة في الجوف، لكن في مأرب والبيضاء خلال الساعات الماضية عادت المواجهات بين الحوثيين والقوات الحكومية، بالتزامن مع إسناد جوي من طيران التحالف السعودي الإماراتي وسقوط عشرات القتلى والجرحى خلال المواجهات والغارات، سواء في قانيا بالبيضاء وسط البلاد أو كذلك في الاتجاه الجنوبي والغربي والجنوبي الغربي من محافظة مأرب. شكرا لك جزيلا مراسلنا خليل القاهري.